تليفون تاني خلصنا فضل. الإجابة دي معانا الأستاذة شيماء من في سؤال تاني نجاوب بعد الأستاذة شيماء. اتفضلي أستاذة شيماء. السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي حضرتك. عايزة أسأل الشيخ، أنا زوجي بيحصل ما بيننا مشاكل كتير، وكل خناقة تقريبا يعني بيمد إيد عليا وبيحلف عليا طلاق، يقول عليا الطلاق كتير أو يرمي عليا من طلاق. أنا مش عارفة الموضوع ده يعني أنا دلوقتي إيه وضعي، يعني ايه حلف عليكي كم مره مثلا يمين طلاق، ولا رمى عليكي كم مره يمين طلاق؟ يعني اول مره كانت مشكله وكانت مامتي موجوده واتخانق معايا وضربني وكده، وبعد كده راح قال خديها معاكي لمامتي، وبعد كده راح رمى عليا يمين الطلاق. طيب كانت في يعني كان عندي ظروف اللي هي الظروف العاديه. ايوه طيب ماشي فاهم. تاني مره اتخانقنا وجيت امشي وطلع من باب الشارع، راحت مامته يعني وقفته وقالت له خمس. طيب انا جاوب اجمالا على السؤال. تمام يا استاذه شيماء، شكرا. وصل السؤال. اولا في مسائل الطلاق لازم نبقى مساله واضحه شويه، ان الطلاق ده مسؤوليه الرجل، وهي حاجه مهمه جدا ان هي تبقى مسؤوليه الرجل، عشان هو في الاخر خالص هو سيسال عن هذه الالفاظ. ولذلك احنا في مسائل الطلاق لازم نفتي بعد ما نسمع الزوج نفسه اللي هو طلق. لكن في اللي انا بقوله ده احنا عندنا الزوج بدل هي سالت بنبره الصوت دي، يبقى المساله مش مساله الفاظ الطلاق. الفاظ الطلاق ده نتيجه مش هي السبب الاساسي. بيتلفظ بالفاظ الطلاق هي وكانها بتقول ان هو كانها حست دلوقتي ان الحب بيطفي في الجوازه دي، وان الجواز ابتدى ينخفض ويحس وتحس. الموضوع في ضرب يا دكتور. ما احنا دلوقتي ما هي حست بقى ان خلاص الجواز بقى ان الجواز بقى خلاص بيتفلت الجواز الحقيقي بقى. هي حست بقى ان هي الستات في بعض الاحيان لما بتتضرب وبيحصل كده بتقول هو ايه اللي انا فيه ده؟ هو ده الحلم؟ اولا بيبقى الحلم خلاص راح، وابتدت بتقول بقى انا ايه عايزه افضل في الجواز ده عشان احافظ على اولاد، احافظ على كذا. بعد شويه تقول ايه ده؟ بتحس لما يكون مرتبط بعنف او شيء من هذا القبيل بيكون دوت. فاحنا على طول بنقول ان الحوالي دي لازم يجوا في مركز الارشاد الزواجي، يعني المساله ما تبقاش محتاجه ان نفتيهم هو الطلاق وقع ولا ما وقعش، لان خلاص في حاجه وقعت بقى، في حاجه اتكسرت. اللي هو ايه اللي اتكسر بينهم؟ ان في حد انتقل من انه يشوف ده على انه حبيبه، ان هو ممكن يشوفه على انه عدوه، بيأذي بدل ما يحميني بيأذيني. بالظبط. بدل هو انا كان حلمي ان هو يكون مصدر امان، بقى دلوقتي هو مصدر تهديد بالنسبه لي. يبقى افضل نصيحه ليها ان هي تقنع جوزها وتجيبه وتيجي مركز الارشاد. وحتى في الطلاق مش هيقدر افتيها في مساله الطلاق ديت، لان لازم انا بحقق بمعنى اتحقق من اللي هو بيقوله، مش ان انا بتهمه، لكن انا بتحقق منه عشان اقدر افتيه. وانا بقول لكل الناس اللي بيتكلموا لو سمحتم لا تفتوا في مساله الطلاق الا بعد تحقيقه، اذا كان الهوى. والهوى في الحقيقه ما بيبقاش محل مناسب للتحقيق في مسائل الطلاق، لان في اشياء كثيره ممكن تكون من الاسرار. واللي محتاج يسال عن الفتوى لازم يكون الرجل، لان الاستيضاح بيكون منه، لان طبعا هو صاحب هذه الكلمه. لكن مش معنى كده ان الست ما تكونش موجوده. بس يعني اقصد ان لازم وجود الرجل طبعا، علشان هو ده اللي بيوضح. صاحب اللفظ ولا انا بساله ومش يجي يقول لي ما انا كنت عارفه نيته، لا هو ممكن يقول لك كلام كثيره. وغير كده كمان احنا لازم نحقق معاه بطريقه مختلفه شويه، ده سواء عن طريق وجها لوجه او بالتليفون. التليفون او حتى عن طريق التليفون او عن طريق مباشره في الفتاوى الشفويه.